ألف 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 مبروك لنشام الأردن، فوز مستحق وفوز يدرس بدرس الروح اللي قدمتوه في هذه المباراة. صراحة فريق يحترم بأدائه، يحترم أيضا بتنظيمه، يحترم أيضا بقدرات وفعاليات اللعيبة والحماس الداخلي اللي شفنا اليوم. هذا المردود وهذه النتيجة وهذا الأداء وهذا الظهور في هذه المباراة. كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا التاريخ، ولكن الأداء والروح وقدرات اللاعبين وإرادة اللاعبين هي من تحكم على ذلك. الكابتن عموته بطريقته المعروفة دائما 3-4-3، أما منتخب كوريا 4-3-3. طبعا عنوان هذه الحلقة الانضباط التكتيكي الدفاعي البحت لمنتخب النشامة، لمنتخب الأردن. اليوم شفنا نحن منتخب الأردن صراحة أحرج المنتخب الكوري بالانضباط التكتيكي في هذه المنطقة. يعني المنتخب الكوري أبدا ما شفناه باستحواذه بانتشاره، ولكن شفنا الاستحواذ السلبي اللي كان دائما الكرة تدور في هذه المنطقة من مساحة لمساحة وأيضا للأمام، ولكن بدون فعالية. نتكلم عن منتخب كوريا، الانضباط التكتيكي خاصة اللي صار الدفاعي في هذه المنطقة صراحة يعني حضور ذهني عالي المستوى، الضغط، التوجيه الصح، التغطية الصحيحة. يعني نحن منتخب كوريا ما شفنا في البداية لهجمات في نفس الوقت يعني بناء من الوسط للأمام بشكل صحيح. طبعا بداية الشوط الأول شفنا ردات الفعل لمنتخب الأردن في الهجوم، وهذا الأسلوب خلى تراجع منتخب كوريا أنه يتراجع في الثلث الأول، وهذه يعني دلالة أن منتخب الأردن أول ما دخل المباراة ما فكر أنه يدافع، ولكن فكر هجوميا في الضغط من الأمام، ولكن ضغط موزون، ضغط أيضا منسق بين اللاعبين، وأيضا الارتداد الدفاعي الجيد في حالة قطع الكرة والتحول لمنتخب كوريا. نلاحظ أن هناك انسجام بين اللعيبة في تغطية المساحات، دائما يضغطون أول بأول. في نفس الوقت الطريقة تتغير إلى طريقة 5-4-1، وهذه طريقة ما تعطي المساحات لمنتخب كوريا، أو ما أعطت المساحات لمنتخب كوريا إنه يبني عليها الفرص ويبني عليها الأهداف، وأيضا خطورة كوريا اختفت. وهذا الأسلوب في تقدم المنتخب الأردني في الأمام، شفنا 3 فرص للتسديد من خارج خط ال 18 بسبب التمركز الجيد لمنتخب كوريا اللي دائما عاملين بلوك في هذه المنطقة في بداية الشوط، ومن خلالها شفنا التسديد على المرمى من خارج خط ال 18، تسديدات متقنة الصراحة، وأيضا يحسب للحارس التصدي والتواجد في التوقيت الصحيح في هذه المواقف. ومن نقاط سلبية لمنتخب كوريا تواجد 3 لعيبة قريبين من بعض، 5 و6 و10، دائما قريبين من بعض في حالات الاستحواذ، وهذا يسهل الأسلوب في الضغط على حامل الكرة في مساحات وسط الملعب. يعني ما شفنا منتخب الكوري أنه يستخدم التمرير الأمامي وأيضا التمرير في العمق وأيضا التمرير الجانبي، يمكن جانبي لاحظنا بعض الشيء، ولكن التمرير الأمامي والمساندة الأمامية ومش موجود اللاعب عندهم اللي يصنع الفارق في التقدم وتحريك المهاجمين بالشكل الصح، ولكن كان 3 بنفس الأدوار، خاصة 5 كان عنده دور دفاعي، وأيضا يمكن شفنا هجمة واحدة اللي هي من عكسية مدروسة في الشوط الأول لمنتخب كوريا. بنفس الوقت بعد كانوا
الشيء الإيجابي في الجوانب التكتيكية لمنتخب الأردن الحداد وأيضا الرشدان وأيضا نور وأبو حشيش اللي تعاملوا مع المواقف في المساحات بالشكل الجيد في الضغط والتغطية الجيدة خاصة في الثلث الدفاعي الخاص لمنتخب الأردن. يعني شفنا أن هناك حضور ذهني في الأربعة الموجودين في الوسط في الضغط المباشر، وما شفنا أيضا خطورة المنتخب الكوري الجنوبي في البناء الهجمات بسبب التمركز الجيد للعيبة الوسط لمنتخب الأردن، وأيضا التحرك والميلان باتجاهات الكرة، وأيضا حتى التحرك في حالة الأمام نشوف تغطيات اللاعبين بالشكل الصحيح في التوقيت الجيد. وبعد من ميزات القوة في منتخب الأردن الثلاثة الدفاع نصيب ويزن العرب وبراء اللي تعاملوا مع مهاجمين منتخب كوريا بالدفاع الجيد والتغطية الجيدة. في نفس الوقت لاحظنا التغطيات اللي تكون دائما الكرات خلف المدافعين تكون في تحرك إيجابي في المساحات، وأيضا التراجع السريع في المنظومة الدفاعية والتراجع والارتداد الدفاعي. نتكلم عن أهداف المنتخب الأردني، صراحة البطل في هذه الأهداف اللاعب يزن التحركات الإيجابية في المساحة بدون كرة هي خلقت الأهداف. الهدف الأول تحرك ولكن في ضغط من اللاعب موسى التعمري، ولكن التحرك الإيجابي اللي تحركه يزن بالتوقيت الصحيح بدون كرة هذا اللي خلاه يكون أمام المرمى ويحط الكرة بالشكل الصحيح. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني أيضا لو نذكره إنه يزن بهذه المساحة واللاعب موسى تحرك بالكرة ويزن سحب معاه مدافع وعطى الأفضلية اللاعب التعمري وحط الكرة بأريحية في المرمى. نبارك لمنتخب النشامة هذا الفوز وهذا الأداء وهذه الروح، ومو غريبة عليهم منتخب النشامة يطلعوا بهذا الروح بهذا الأداء. مبروك وألف ألف ألف مبروك لمنتخب الأردن.